السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. عمل اليوم يتضمن كيفية تحويل الخشب المستعمل أو خشب الباليت إلى خزانة كتب ملتوية. في البداية نأخذ خشب الباليت أو الخشب المستعمل، ثم نلصقه مع بعض بواسطة لصاق الخشب. نأخذ في البداية خمسة قطع خشب مقاس 8 سنتيم عرضا، 100 سنتيم طولا، وسمك بواحد سنتيم. نقوم بتركيه بهم مع بعض. عملية الضغط مهمة جدا لتلاحم القطع مع بعضها البعض للحصول على قطعة واحدة. استعملت هنا هذه الآلات التي كنت قد صنعتها يدويا، وكذلك آلات الضغط المتوفرة لدى المحلات المختصة. اخترت هنا هذه الأحزمة والأربطة، وهي متوفرة وسعرها رخيص حوالي 2 دولار. Thank you.
إذن عند الانتهاء من عملية التجفيف نفكك الأحزمة وآلات الضغط لنحصل على قطعة واحدة متماسكة. نعمم هذه العملية على جميع القطع، نحصل في الأخير على 5 قطع لتركيب هذه الخزانة. بعد الانتهاء من أخذ المقاسات المطلوبة نقطع هذه المقاسات لتركيب جوانب الخزانة وكذلك بالنسبة للرفوف. Thank you.
لتركيب هذه الخزانة نأخذ 4 قطع مقاس 33 سنتيما على 33 بالنسبة للرفوف، وثلاث قطع 90 سنتيم على 35 سنتيم بالنسبة للجوانب هذه الخزانة. نقوم بإصلاح وملء الفراغات وملتقيات الأخشاب والثقب الناتجة عن المسامير بواسطة بودرة الأخشاب واللصاق الخاص بالخشب. نعمم هذه العملية على باقي القطع وكذلك بالنسبة للرفوف. عند الانتهاء من عملية الإصلاح وملء الفراغات وملتقيات الأخشاب، تأتي هنا عملية الصقل، وتكون بواسطة آلات الصقل، وكذلك أيضا نقوم بهذه العملية يدويا بالنسبة لجميع مكونات الخزانة.
إذا نحصل في الأخير على هذه القطع، أربعة رفوف وثلاث قطع بالنسبة لجوانب الخزانة. نعمل هنا على القطعة الصعبة وهي القطعة الملتوية. نأخذ مقاس 4 سنتيم بكلتا الجانبين، ونأخذ كذلك منتصف القطعة ذات المقاس 90 سنتيما على 35 سنتيم. نأخذ قطعة معدنية مرنة ونثبتها بواسطة مسامير على جوانب طاولة العمل. إذا نعمل على إنشاء شكل ملتوي كما يظهر في الفيديو، ثم نقوم في الأخير بتقطيع اللوحة. إذا نحصل على هذه القطعة، ثم نقوم بصقل الجوانب المقطعة.
لإعطاء جمالية على الخزانة، نقوم بالعمل على دوران جميع مكوناتها بواسطة هذه الآلة، وفي الأخير تتم عملية الصقل يدويا.
نقوم بعملية طلاء جميع مكونات الخزانة بدهانات خاصة بالخشب. Thank you.
إذن هنا تأتي عملية التركيب، نقوم بتركيب القطعتين ذات المقاس 90 سنتيم على 35 سنتيم مع بعض بواسطة البراغي. إذن نركب الرف السفلي وكذلك الرف العلوي بواسطة براغي في كلتا الجهتين.
نقوم كذلك بتركيب الرفين المتبقيين بالتساوي مع باقي القطعة. إذا نقوم بتثبيت الرفين المتبقيين بواسطة البراغي من الخلف. إذن يبقى القطعتين الأخيرتين وهما الجوانب الملتوية، نركبهم كذلك بواسطة البراغي.
لإعطاء جمالية وشكل احترافي على الخزانة نقوم بدورانية الرفين خصوصا في الجهة الظاهرة، حيث نقوم بتفكيك الرفين والعمل عليهما بأريحية. إذن تتم عملية الصقل والطلاء بالنسبة للرفين. بعد الانتهاء على العمل على الرفين نرجعهم إلى مكانهما بواسطة البراغي. إذن نقوم بإخفاء البراغي الظاهرة خصوصا على الجوانب الملتوية بواسطة بودرة الخشب واللصاق، وكذلك تتم عملية الصقل والطلاء.
للحفاظ وكذا لمعان الخشب نقوم بوضع طلاء البرنيز على الخزانة. هذا البرنيز يستعمل خصيصا لسد المسام وحماية الخشب من الرطوبة والضوء، ويساهم أيضا في إعطاء منظر حديث. إذن في الأخير نحصل على خزانة رائعة وجميلة بمواد رخيصة ومتوفرة، والعمل كذلك بآلات جد بسيطة. نرجو الدعم والإعجاب، والسلام عليكم. لا تنسوا دعم القناة لتشجيعنا على الإبداع والابتكار. السلام عليكم.